كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن هناك 3 أندية تتصارع على النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، وضمه في الصيف المقبل مقابل 200 مليون جنيه استرليني ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم. وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول يواجه تحديا كبيرا للحفاظ على نجمه الأول محمد صلاح من الرقم القياسي الذي يستعد 3 أندية لدفعه من أجل الحصول على خدماته، والذي سيجعله الأغلى في التاريخ متخطيا النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي انتقل الموسم الماضي من برشلونة مقابل 198 مليون استرليني. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتجاه في ليفربول قد يدفعهم للموافقة على العرض القياسي، لا سيما وأن العرض سيتخطى سعر البرازيلي نيمار دا سيلفا. ولفتت الصحيفة إلى أن محمد صلاح تتم مقارنته في الوقت الحالي بأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، لا سيما بعد تصدره ترتيب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا بعد انتقاله الصيف الماضي إلى الريدز قادما من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه استرليني. ونجح صلاح مؤخرا في تسجيل 4 أهداف في شباك واتفورد بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي ليصل عدد الأهداف إلى 36 في كل البطولات هذا الموسم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.